هنعمل ايه؟ العيال بيحبوا الافيهات بالطريقه بيقلدوك مثلا ولادك. بيقلدوك يقول لك ايه؟ انت عندك ما شاء الله بنتين وولد. بيقلدوك يقولوا لك ايه في الحاجات اللي ساعات بتعمل تيك توك والحاجات دي؟ بيقعدوا يعملوا مشاهد. بيقعدوا يعملوا مشاهد بس ما بينزلوهاش، بيعملوها لنا يعني. الحقيقة ايه بقى المشهد ايه بقى المشهد اللي بيقلدوك وانت مت روحك من الضحك؟ خالتي نعيمه. خالتي نعيمه بيقعدوا يقلدوها كويس قوي، حاجات في وش اجرام مش عارف ايه. الحمد لله لحد ما دمهم خفيف. انا يعني بحب قوي الافيه بتاع معكم ايه اسمه ايه، نادر سيف الدين. نادر سيف الدين ايوه، من امام احدى بيوت الدعاره. الدعاره ده جانا البيان التالي. بتجيب منين الافيهات دي؟ والله هو يعني بصي، انت رايحه حابه المشهد وحابه الفيلم، فاكيد دماغك طول الوقت شغاله يعني، عارفه. ربنا بيكرم، مشهد مكتوب حلو، الاساس بتاعه كويس، الكوميديان ربنا بيفتح عليه طالما اي حد. طبعا على المسرح ممكن يجي لك الافيه. ما هو ده اللي علمنا من كده المسرح. هو المسرح ابو الهوى يعني، خدت بال حضرتك؟ وبعدين الناس قدامك، فلعبه الهوى دي حساسه جدا، لازم تكوني واثقه من البدايه. ايه الافيه اللي جالك على المسرح، او يعني ايه الافيه اللي مش ممكن تنسى انه اتولد كده فجاه؟ هم كتير بس ساعات بيجي افيه قبل ما ادخل اصور. يعني كذا مره يعني استاذ شريف عرفه بفول الصين العظيم عامل مشهد جميل، وقال يا محمد انا عايز اقفل بافيه هنا، فقلت له اديني 5 دقايق، فقلت اللي هو انا نايمك من المغرب يا صين مش عارف ايه. ولما قلت لاحمد السقا يا علي، قلت لك الحريم لا يا علي في صعيدي. ده برضو كان المخرج طلب مني فشويه قلت. لكن في حاجات بتيجي وانت بقى بتصوري وبتبقي خايفه، ما ممكن انا شايفه دمها خفيف وهي دمها مش خفيف. منهم الافيه الشهير اللي هو بتاع حد الشاب بقى يا جدعان، بتاع وش اجرام ده بتاع القهوه ده، فاكره ده؟ جالي وانا بشتغل وبعمل المشهد، فجه في دماغي وانا ضحكت، فقلت اكمل ولا يطلع دمه تقيل؟ فكملت وربنا ستر يعني. بس هي بتبقى حاله توحد مع المشهد ومع الكاركتر، بتفتح حمامه بتاع التليفونات. حمامه ده، حمامه ده مفيش خط. ده كان رهيب. مفيش جمله. انا كنت في المسرح من الايام يعني، كنت انا شفت المسرحيه دي في المسرح. حزمني طبعا طبعا. لا حمامه ده برضو ملوش، ما يعني ما كانش ليه وجود خالص، ما كانش له وجود. فجاه بيخش لنا حمامه بتاع التليفون طول الوقت، والاستاذ سمير العصفوري ربنا يديه الصحه في اي وقت يقول فين حمامه، هنا يطلع، هنا يعمل، هنا تعالى عدي على حسن حسني في المشهد ده اللي هو المشهد بتاع اليمن. ما كانش موجوده الحاجات دي خالص، بس كان حماس استاذ عصام امام المنتج واستاذ سمير خفاجه، لا الواد ده ملوش دور بس هنعمل له حاجه، فالواد ده يطلع ربنا يكرمه في المشهد ده في ده في ده. جينا في اخر فصل الجزء ده ما فيهوش ضحك، فيعملوا ستات، فهي ركبت كده. وطبعا كانت من بدايه كرم ربنا حزمني يعني.